ثلاثة ستة، إذا أحياء أريدهم، إذا ميتين أريدهم، وما حد يفعل يداعي بهم، وما يفعل أحد يصد علينا وعدهم عندهم جهال دق أطفال، وما يفعل أحد ينفذنا كل شيء. هذا ما هاي ما قلت. عندك راحة وشنو صار وياك؟ راحة لنا دقة والله الظلم. أنا راح لي ثلاثة وطلعنا على الحشد وكل شيء ما سوينا. أي والله الحشد أخذنا. أي والله. والله غير نريد ولدنا، نريد ولدنا، نريد يسوي لنا حال. ها هي شو تسوي؟ اي والله ما كل شيء ما سوينا يا ابو. احنا ولدنا ثلاثة ستة طلعوا مننا وتلقونا الامنيين واخذهم وحزب الله والحشد وما نندلهم وين ما وين. احنا نطالب بهم الحكومة، نريد ولدنا، ما عاد حتى نشوف بعيوننا، والله ما عاد نشوف بعيوننا، ونريد ولدنا. ما فعل احد شو يمشي ويانا ويساعدنا ويقول الحكومه وينها ما وينها. ثلاثه راحوا لي اني والعشيره كليتها 700 زلمه راحوا للبع كاش وما حصد علينا ولا حد قال وين ما وين. انا ما اشوف هسه بعيوني، والله ما اشوف لا ليل ليل ولا نهار نهار. نطالب بولدنا يا عالم يا ناس، شوفوا لنا حل. هي كلهم هاي منطقة البعكاش، طلعنا على أمنيين والأمنيين زعم طلعوا حزب الله والحشد وما نندل بهم وين ما وين ولا حد. هاي صار رابع سنة هاي ما كل ما نسأل ما حد ينطينا نشدع عنهم. شوفوا لنا حل يا مسلمين، شوفوا لنا حل. احب اجي الحكومه داعينا بهالوليد اللي وين راح وما وين والشياب وياهم. خلي يشوفوا لنا صوره حال. انا ثلاث ولد واخويا والعشيره كلها عشيرتي طلعت وياي، ما نندلها وين ما وين، اخذوا حزب الله والحشد. والله ماكو هضم ودهر وصخام اللي يالبي، ماكو عندنا كل شيء والله يابا. لا راتب عندي لا كل شيء ما عندي، هم طلاب كليات ثلاثة راحوا لي. طلعنا يوم 3/6 على القوات الأمنية على الأساس تحرير. طلعنا طلعت لنا كلها يعني قوات، يعني ما أدري حشد وما حشد غيره، فأخذهم ولدنا وأزواجنا وراحهم. هسه احنا نداعي، نريد يعني بس نريد صورة حل، نريد يلقانهم الحكومة غير حكومة طيبين ميتين تنقعنا على صورة حل. يعني هاي صار احنا اليوم هاي 3 سنين طبيناها وكل نتيجة ما حصلنا، لا الحكومة يعني تلبي لنا طلب ولا اي جهة امنية تلبي لنا طلب. ايه احنا بس نريد نقع على صورة حل، نريد نلقاهم وين. انا هسه عندي ابني طالب مدرسة، بطلته من المدرسة في سبيل يشتغل عمالة دا يعيش خواته واخويها، ما ينطون نجدة، ما كل الحكومة ما تنطي نجدة. ايه وما عندنا احد من اللي يمشي نحن غير هي الحكومة اللي تداعي وتجيبهم. شفناهم بيا مكان يعني هي اللي تطلعهم، فما نروح احنا، ما نريد كل شيء، نريد بس تظهر ولدنا ازواجنا. ها هي ما نريد بس هي هاي، نشوفهم بيا اتجاه من يا قوة أمنية ماخذتهم يطلعون إياهم، بس يظهرونهم، ما نريد كل شيء. إذا ميتين يظهرونهم، إذا بالحياة يظهرونهم، تا واحد يقطع نفسه. ليش هيك هسه احنا حايرين؟ أنا زوجي راح وعندي وليدين وبنات ثلاثة وكلهم طلاب مدرسة، ابني بطلته من المدرسة في سبيل حتى يشتغل هل بالعمالة اللي يقدر على مود يعيش هاي الوالد اللي راح له 5 ولد واللي راح له 6 واللي زوجها ولد، كلها سعر ماكو، يعني كلها يعني البعكاش داحت، يعني ماكو عندها اطفال. هسه هي كلها اطفال، ظلت اطفالها ما تيد عيشها، من اللي عيشها؟ وما حد يعني يصد عليها، لا حكومه تصد عليها، لا منظمات تجي تصد عليها، رواتب ماكو. طلعنا انا يوم 3/6 اخذوا اخواني طالبه كليه قانون، نريد نطالب بيهم احنا ونريدهم، أريدهم كان طيبين ولا ميتين، أريدهم. أخواني ثلاثة طالبة كلية قانون، أطالب إن نلقيهم وأنتوا
جيت سجلنا وما حد وقف ويانا، وكل شيء سوينا وما حد وقف ويانا. اريدكم انتوا جيتوا. رائد وعباس راحوا، ولد اخويا وقرايبي وابن عمي وكلهم هذول من عندنا احنا، بس من عندنا حوالي 7 تقريبا، والمنطقه اليمنى ابو 2 وابو 3 وبيهم 9 والله. اي والله 9 و10 واكثر، هذول البهايس بال 46 واحد والله. هسه العالم عمل هذا، هم كانوا قاعدين هنا محصورين، ما يقدر لا يروحون ولا يجون. جتهم هاي البلوى شالتهم، كاتلهم الجوع وضيم، كل شيء شايفين. من طلعوا شو، ناس طلعت وناس راحت، ايوه ما افتهمنا كل شيء عنهم. هاي يوم هاي بدت السنة الرابعة. والله هاي الحمد لله وشكراني، عندي من فضل الله كنت موظف وعندي راتب 500 تقريبا، عايش بي انا وتالي هالعائلة. اي والله والله نطالب، بس نطالب اذا ممكن احد يقدر يوصلهم ويانا. نريد بس شوفهم طيبين ميتين، هاي اذا ميتين يا رب هذا مش بدينا، وإذا طيبين نشوف بلكي التواصل وياهم. شو مرة والله هاي عيني راحت معد، الله وكيلك، هاي عيني قعدت فدنا وباني ليل ونهار أبكي عليهم الله وكيلك. حتى يعني المرأة أحسن من عندي أنا، زين ولدي راح من عندي يعني جمروا قلبي وخلوه. كنت مرتاح لا أطلع لا أروح ولا أجي، هم ساديني. هسه قعدنا على الرنجات، انا ليش ساري هسه؟ ما عندي احد. هم يطلعون يشتغلون، ورا ما يشتغلون يجون يسرحون بحلالهم ولا دايرين بال. اكو واحد يروح جنين قلبه يروح وما يتذكره، والله ليل ونهار ما انا انام. الله وكيلك الليل كله قاعد. عشيرة البعكاش قبيلة المحامدة. هسه عنا احنا بالمضيف مال البعكاش. الشيخ ريكان اسماعيل مخلف الصياح هو شيخ عشيرة البعكاش. اكو معاناة معيشية شوية صعبة علينا، هاي المعاناة عندنا اكثر شيء معاناة عوائل المفقودين. هسه عنا اكو عوائل مفقودة، ماكو بس النسوان ما عندهن اي أحد يعينهن غير رب العالمين. يعني تعبانات حيل، بس تدرون المرأة لا تقدر تشتغل فلاحة، وهاي هي شج الفلاحة سماكو تعبانة، اللي شغلت الفلاحة تعبانة بهالظروف هاي. وأكو عوائل منهن بس النسوان والله كيلو طماطة فلا أقدرن عليه، ما لهن غير الله، وان الطالب الجهه الحكومه ساعدهن برواتب، ساعدهم تدعمهم بشيء يعيشون به اطفالهم. 4 سنين كل شيء ماكو، ولا عرفنا عنهم اي معلومات. الحاله احنا هنا كنا تدري عوائل، اللي فلاح واللي عنده حلال واللي هذا باقين ببيوتنا، ما طلعنا. ان الطلعة صعبة، اللي ما عنده راتب صعبة طلعته، يتهجر يريد منا ايجار، يدون منا عيشة عائلته، ما قدر يظل بقى ببيوت. صار التحرير يوم 3/6 اتجهت العوائل منا الى طريق السجر. تلقتنا القوات الأمنية ورحبوا أول مرة بينا ويا أهلا وسهلا، ومثل ما تقول اعزلوا النسوان بصفحة والزلم بصفحة. إيه للساعة بال11 قبل الظهر طلعوا كبار السن ويا العوائل، ظلوا الشباب
يابا شلون بيهم؟ قالوا ان شاء الله هسه راح يدقون حاسبه ويطلعون. احنا الكبار سن منهم اني واحد. وهي عائلتي طلعت، وولدي بقوا اربعه من ضمن ال 600 وش قد. ظلينا قلت لك بال 11 جانا الخبر قالوا راح يدقونهم حاسبه ويحقونكم. جتنا سيارات اخذتنا للعامريه. العوائل النساء والاطفال وكبار السن. اول يوم ما شفناهم، ثاني يوم قالوا راح يجيبونهم للعامريه على الحاسبه. جابوا قسم وقسم منهم اربع منشآت وتريله، اخذوهم هذول هسه عين المقيبين ما حد يعرف عنهم شيء. طيبين ميتين ما حد يعرف عنهم شيء لحد الان. ظلينا اربع اشهر بالمخيم مال العامريه، وبعدين تحررت المنطقه ورجعنا احنا لقينا بيوتنا. اللي محروق واللي مهدوم وحلالنا سياراتنا ممتلكات الموجودة كلها ماكو. وعدنا قمنا شوية شوية هنا ما. وهسه عنا احنا نطالب بالمفقودين مصيرهم. والله اكو عائلة تسع نفرات يسمونها ام عدي، امهم تسع ولد، وسبعة منهم متزوجين واثنين بعدهم، والمتزوجين عندهم 13 بنية كلهن قاصرات. ظل عندهم وليد عمره 13 سنة هو المعيل بيهم. تعال دا يروح يجيب لهم طماطات من الشارع، جت سيارة ودعمته وقتلته. وجم اللي دعموه دا يفصلون، قالت والله ما أخذ دينار واحد، هذا الله أخذه ويا أبوه أخوته. وما أخذت، وهي ما تقدر على كيلو الطحين. وبعد أكو أزود من هاي عوائل موجودة هسه. ونرجو من الحكومة من المسؤولين يلفتون نظرهم علينا ويشوفون حال العوائل المضررة بالبعكاش. والله لا حول ولا قوة إلا الله. حياكم الله في ديوان عشيرة البعكاش اللي هو أحد دواوين قبيلة المحامدة اللي تسكن شمال الفلوجة ناحية السقلاوية. هاي العشيرة بناحية السقلاوية شمال مدينة الفلوجة، وهؤلاء السكان متوارثين على أبا جدا، أكثرهم فلاح مزارعين يعملون في أراضيهم. كان لهم موقف كبير في عملية التحرير، ساندوا القوات الأمنية ووقفوا وياها أثناء العملية وقبل العملية وبعد العملية. ولكن عندما صارت عملية التحرير حصل إخفاق عندما طلعت العوائل من القوات الأمنية، فتحت ممر على مقبرة البعكاش، قالت اخرجوا العوائل على هذا الممر. استقبلوهم القوات الأمنية وحيوا بهم ورحبوا بهم، وعزلوا كبار السن والنساء والشباب، عزلوهم بحال ذولا. الكبار السن ودوهم للمخيمات بالعامرية، والشباب ظلوا تقريبا يومين. أثناء هذه اليومين تأخروا شوية، اجوا قسم تقريبا أكثر من 700 واحد ما جوا الى يومك هذا. وشبثنا احنا كعشائر، احنا عشيرة البعكاش وقبيلة المحامدة والعشائر المجاورة كلهم ساندتنا وقفت. قابلنا السيد رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس والمسؤولين الكبار، قلنا لهم يابا احنا اثناء عملية التحرير راح لنا هالقد نفر، وهذول لا لهم اهل ولهم ابناء ولهم عوائل تتناهم، وما من مجيب. والآن تدري صار أكثر من 3 سنين ماكو أي جواب عنهم ولا أسعفوهم. الدولة ذولا تركوا عوائل بيهم من 14 سنة، ذولا انفقدوا إلى عمر كبير مثلا 50-60 سنة. هذولا بقوا وراهم عوائل نسوان جهال شباب، هذولا من رجعوا هنا ما لهم أحد يرعبوهم، راح جدهم راح أخوهم راح ظلوا. الدولة
طالبنا قلنا لهم يا ابا سووا لهم رواتب، سووا لهم كذا، ما اي وياخذون الاسماء وماكو نتيجه. وترى 3 سنين مده طويله، هاني اذا ميت 3 سنين شلون؟ ورا 3 سنين علي شيلي بالراتب انا لو طلعت لي ورا 10 سنين. هي المهمه هي هاي الظروف الصعبه اللي احنا نعيشها الان، هذول عوائلهم. ولكن نتامل وندعو ونطلب من الحكومه ان تستعجل باسعاف هذه العوائل. اما عن العشائر الباقيه، والله العشائر الباقيه والمنظمات عاونوا هاي العوائل اللي تضررت واللي تعرضت الى مثل ما يقول هاي، عاونوهم كل من باستطاعته. ولكن يا جماعه الشغله هذه، احنا هذول 700 نفر مسافه 5 كيلوات، منطقه صغيره راح منها 700 نفر، يعني فشيء كبير جدا 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 كبير. فيراد له امكانيات قويه، يراد له امكانيات دوله، يراد له امكانيات عالميه، ولكن ماكو ذيش الاستجابه اللي حصلنا عليها من قبل المسؤولين. شغلات بسيطه جدا جدا، ونتمنى من الجميع ان يخلون بنظر اعتبارهم هذه القضيه. رسالتنا والله نتمنى من الجميع ان يتعاونون معنا، وان في من اجل العثور على هذه الاسماء وهذه الاشخاص الذين هم بشر وعوائلهم بانتظارهم صار 3 سنين، هاي رسالتنا، واسعافهم من ناحيه ماديه من ناحيه معاشيه. هاي هي والله عوائل هذول الناس اكثرهم اكو بهم عوائل، يعني حقيقه كلهم حتى ما يطلعون يروحون يفترون يجيبون، وباقي قاعد ببيته ولا يطلع، الى ان هم الخيرين يروحون عليه ويسعفونه، لانه اكو بهم لا والله يطلعون ماكو. هي القصه اللي حصلت، هاي القصه اللي ذكرها الكردي، هذه هي حصلت قصه تقريبا متميزه، وهذه حقيقيه مو مساله اخرى. اللي نتاسف الى احنا بصراحه انه احنا بعمليه التحرير ضاعوا لنا 735 واحد ما نعرف وين، نسال الحكومه ما تدري، يابا وين زلمنا ما ندري، منو خطفهم ما تدري، يابا عينوهم ما نقدر، ما عندنا قانون نشرع حتى نعينهم، شلون العاد يعني هاي العوائل هاي الناس طيب وين راح تروح؟ شلون راح تعيش؟ يعني نحكي عن 735 شخص من عشيرة البعكاش، واغلب المسؤولين اللي هم كلهم يعرفون عشيرة البعكاش، 735 شخص حجم كبير بالنسبة لعشيرة البعكاش. مو تقول مثلا قبيلة كاملة، عشيرة البعكاش عشيرة صغيرة يروحون منها 735 شخص، هاي نكبة، هاي كارثة، هاي يعني هاي يندى لها الجبين، هاي يعني الناس وين ماتت الناس حايرة، أطفال، نساء، عجايز، وين شلون تعيش؟ شلون راح تعيش إلى هسه؟ نقول لهم يابا عمي شلون ضيفوهم على مؤسسة على مؤسسة الشهداء والجرحى، ضيفونا المفقودين خاطرين يشملون بحقوق، ما يقول لك ما نقدر، احنا ما نقدر نشرع قانون انه لازم الا نضيف والمفقودين، مؤسسة الشهداء والجرحى والمفقودين، وهاي ما يقدر يقروها. يا بلعد شلون جتنا هواية بس بلا فايدة، تجي منظمات مجتمع مدني، تجي اللجان، جتنا لجان حكومية بس ماكو فايدة. احنا نريد نتيجة حبيبي، احنا نريد نعرف شغلتين، الاولى زلمنا وينهم، ميتين حتى نسوي لهم فواتح، طيبين نريد نعرفهم وينهم هم. احنا ما ندع بالمذنب، المذنب ما نريده، لا خير بيه، احنا ما نسال عليه، احنا ذولا 735 واحد كلهم ابرياء، ولدنا نعرفهم، عرفهم واحد واحد، كل شيء ما عندهم، نساءهم دايحه شنو ذنبهم؟ والسياسيين يعني رئيس البرلمان يعني يوميه شمال الصقلاويه وغرب الصقلاويه ما يجي يشوف حال هاي الناس، ما يشوف الناس ميته، يعني يوم بالرماد يوم بالفلوجه ويوم بالنساف ويوم ما ادري، يعني ما تجي ما تقول عوائل 735 عائله شلون بيها؟ يعني هذا ابنه الولد اللي اجى ولقى ابوه ماكو مخطوف، ايش راح يطلع؟ شنو اللي يطلع هو؟ يعني ما يصير، يعني احنا نحكي عن حادثه، اكو حادثه صارت بالفلوجه قبل يومين، شخص تجاوزوا علي قامت الدنيا وما قعدت، شخص صارت مشكله بسوق قامت الدنيا وما قعدت، احنا مو ضدها، اوكي على عيني وراسي، حلو التآلف، حلو الوحده، لكن اذا هذا الطفل يشوف ابوه
مذبوح وما حد يسأل عنه، ايش راح يطلع؟ شو تصور منه؟ شو يريد؟ شو يصير يعني؟ فاللي نترجاه من الحكومة ونخص محمد الركان رئيس المجلس، نخص به لأنه يعرف، حتى يعرف البعكاش، يعرفهم شخصيا، يعرفهم، يعرف عشيرة البعكاش، راح لهم 735 شخص. شوف لنا حال هاي العوائل المهجورة بيوتها، يجي يزورهم، يجي يشوفهم، يتفقدهم. شكل وفد من عشرة المحامدة، وفد برئاسة الشيخ جبار والشيخ عبيد اسماعيل مخلف الصياح والشيخ عبد الله اسماعيل مخلف الصياح، الله يرحمه توفى، وجمع من المحامدة، والتقوا السياسيين آنذاك، كان بوقتها رئيس الوزراء السيد العبادي، التقوا كل السياسيين، ما طلع بنتيجة، كلهم حكينا لهم وشرحنا لهم، لكن بلا فايدة. احنا هسه ما بدنا نحكي، هسه نريد لهم حل، نريد حل عوائلهم، شوفوا لنا حل عوائلهم، هاي الناس وين راح تروح؟ راح يصير بيها. مرات نقعد ونبكي ونلطم وندوخ الله يعين، يشهد الله عليه. وهذه مره انا اقول يا ربي تموتني ولا تخبلني، والله يا جماعه هذا الكلام تبعوه من عندي، اقول يا ربي موتني ولا تخبلني. وتجي مرات لو ينشر الموت نشتريه، والله نشتري الموت. الصبر حلو. اي نحن في منطقه الصقلاويه، المنطقه التي حصلت فيها الانتكاسه على كافه الاصعده. اليوم في هذه الصقلاوية ذهب أكثر من 735 مفقود من عشيرة البعكاش ومن باقي العشائر البقارة وجمالة، لكن الأغلبية هم لعشيرة البعكاش، العدد هو 735 مفقود. هؤلاء هم مفقودين من هذه المنطقة لجهة أمنية، جهة أمنية أو غير أمنية، جهة مجهولة. طالب بالحكومة بالكشف عن مصير هؤلاء 735. وضع العوائل اليوم مأساوي جدا، يعني اليوم العوائل تحتاج على صدقات المحسنين، على المنظمات الإنسانية، بعد ما كانت هم أسياد هذه المنطقة، هم زراعتهم من رزقهم هو من ما تكسب أيديهم، يعني كانوا عندهم أملاك أراضي ومزارع وسيارات، لكن اليوم كلها هذه انتهت. اليوم هم عايشين على صدقات المحسنين. هذا الشيء يعني انتكاسه تعتبر ناحية الصقلاوية منطقة صغيرة، تجي عليها 735 رجل من هذه المنطقة، انتكاسه كبيرة في تاريخ الإنسانية في الأنبار وفي بلد العراق. يعني اليوم أهل المفقودين يطالبون الحكومة، يطالبون كل الجهات، رئيس البرلمان، اليوم زيارات رئيس البرلمان إلى كافة الأنبار وإلى كافة المحافظات، لكن ناحية مساحتها أكثر من 10 كيلوات، أقل من 10 كيلوات، ما زارها رئيس البرلمان. يعني اليوم لازم يقف على الانتكاسة اللي صارت بالصقلاوية، أهالي الضحايا، أهالي المفقودين أو أهالي المعتقلين، نريد نسميهم باسم. يعني اليوم احنا نطالب الحكومة تقول لنا هم شهداء، هم معتقلين، حتى نسميهم بهذا الاسم، نقول أهالي المعتقلين، أهالي المفقودين. يعني اليوم انطهم رواتب رعاية اللي بعد ما كملت ولا استلموها، لكن رواتب الرعاية هاي إذا هم مفقودين ومعتقلين انطونا إياهم بالمحاكم والسجون حتى نراجعهم، حتى نشوف بنا على شنو معتقل. اما اذا كانوا شهداء ومصيرهم مجهول بعد ما لهم عوده، الحكومه عزت ان تعثر عليهم، فينطونا حقوق الشهداء، حتى عوائلهم، حتى اولادهم اطفالهم. اليوم الطفل اللي اجى للدنيا ما لقى ابوه، اليوم صار 3 سنوات هم على هذا الحال. يعني انا باكر 10 سنوات ابنه راح يكبر وراح هو يعيل بالعائله مالته، بعد ما محتاج الحكومه ولا محتاج المسؤول ولا محتاج احد يعطيني راتب، هو راح يشتغل ومن كد إذراعه هو راح يعيش عائلته. لكن انت قفل اليوم بهاي الأشهر، قفل بهاي السنة والسنتين حتى العائلة وابنه يخلص مدرسة، ابنه يعرف لحد ما يقف على رجليه ويعين عائلته. انت إذا ما وقفت لي بهاي الأزمة الصعبة باكر من ارتاح، ما محتاجك تسأل علي ولا أسأل عن الحكومة ولا أسألها وين رايحة. أما يعني اليوم عتبنا على السيد رئيس البرلمان وعلى السيد محافظ الأنبار، محافظ الأنبار زار الصقلاوية مرتين بافتتاح جسر الفلاحات وافتتاح جسر الياباني، وما كلف نفسه ووصل الى اهل المفقودين. يعني هاي النقطه تحسب ضد السيد المحافظ وضد السيد رئيس البرلمان ولا كافه المسؤولين في الانبار. اليوم يعني لا نائب برلمان ولا عضو مجلس محافظه يطالب بهاي، حتى الاشخاص اللي طالبوا هم اليوم يعني عزوا بهذا الملف وانتهى الامر وما حصلوا على نتيجه. اهالينا اخوتنا المسؤولين نطالبهم بالوقوف ويانا لفتره هي
الكشف عن مصير المفقودين.